السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده معانا فيديو مختلف شويه، وده الفيديو الثاني اللي هنتكلم فيه عن مواقع مفيده او مواقع هتفيدك في حياتك العمليه. طبعا نزلنا فيديو قبل كده بيتكلم فيه عن مواقع تقدر تستفاد منها. لو عايز تتابع الفيديو ده هتلاقي رابط الفيديو في اسفل الفيديو ده. طبعا المواقع اللي احنا بنتكلم عليها كلها عملية وكلها مفيدة، لكن المرة دي المواقع مختلفة تماما، جايب لكم مواقع قوية جدا مفيدة جدا جدا جدا. يلا بينا نروح نشوف المواقع دي. قبل ما نروح ما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس ونعمل لايك للفيديو. يلا بينا نروح نشوف المواقع. ده اول موقع معانا، وده يعتبر اونلاين كورسز، يعني في كمية الكورسات اللي فيه كبيرة جدا 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 ومجانية. يعني هنا مثلا بيقول لك لقد التحق بنا موظفون من الشركات الرائدة في جميع انحاء العالم. يعني الشركات دي في ناس دخلت درست او ناس خدت كورسات هنا، امازون، مايكروسوفت، ديل، الحاجات دي كلها. المميز والحاجة الجميلة في الموقع ان هو بيوفر كل الدورات مجانية. هنشوف مع بعض دلوقتي. ده واجهة الموقع، لو نزلنا تحت شوية كده هنلاقي الكورسات مكتوب عليها مجانا بالشكل ده. في ناس تقول 139,000 دولار، لا ده هنا بيقول لك لو اتعلمت الجافا اللي هي لغة البرمجة، لو اتعلمتها مرتبك واشتغلت هيوصل ل 190,000 دولار. يعني ممكن توصل المبلغ ده انك لو اتعلمت الكورس ده. هنا نفس الكلام تمام. هنا بتيجي تختار القسم او الحاجة اللي انت عايز تتعلمها، علوم البيانات، الامن الالكتروني، الذكاء الاصطناعي، البرمجيات، الحاجات دي كلها. فانت بتختار القسم اللي انت عايزه، الفئات من الفئة دي، وتبدأ تيجي تشوف هو عارض لك ايه. زي ما احنا شايفين قدامنا هو عارض لنا الكورسات المتاحة لكذا حد او كذا، يعني شرح مختلف. هنا مثلا مقدمة لتطوير الواجهة الامامية، مقدمة في العملة مشفرة. لو ضغطنا كده هيبدأ يدخلنا على الكورس زي ما احنا شايفين قدامنا، بيتكون من ايه وهتدرس الوقت قد ايه وكده. يعني تبدا تعمل ستارت وتبدا تشتغل او تخش تدرس في الكورس. وطبعا حاجه مميزه ان هو الموقع ده بيدي شهادات، يعني في حاجات كده تلاقي شهاده اتمام، شهاده يعني طوله كده بيدي شهاده. هنا نفس الكلام بيبقى فيه شهاده. في مواقع، في كورسات تانية بتبقى من غير شهادات. هنا موفر لك كل حاجة، بيديك شهادة اتمام، طبعا شهادة معتمدة من الموقع ده، هتفيدك في اي حاجة بعد كده. او لو انت هتحط الشهادة دي على السي في بتاعك على لينكد ان او حاجة زي كده، لو انت هتقدم في شركة اونلاين فتبدأ تحط السي فيات دي، هتساعد او هتساهم في نسبة قبولك في الشغل ده. ده اول موقع معانا، كل حاجة فيه مجانية. الموقع التاني نفس الكلام، وهو من جوجل، مهارات من جوجل. طبعا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وعملت فيديو هسيبه لكم في الوصف تحت، هتلاقي فيه كل الكورسات. هنا بيوفر لك كورسات كلها برضو مجانية من دون اي مقابل، مشروعات بواسطة ادوات رقمية، سيرة ذاتية، استخدام منتجات جوجل، استخدام الادوات الرقمية، اساسيات التسويق الرقمي، ودي اللي بيبقى عليها تتضمن الحصول على شهادة معتمدة من جوجل. طبعا انا عملت اتميت الدورة دي 100% وخدت الشهادة معتمدة باسمي. لو ضغطت هنا كده هيخش او على الكورس اللي انت عايز تدرسه، هيبدأ يجيب لك الاقسام بتاعته، تعزيز تواجدك على الانترنت، تخطيط الاستراتيجي. مهم جدا جدا الدورة دي ومفيدة وهتستفاد منها كتير. هنا دي الشهادة بتاعتي، لو انا ضغطت هنا كده تنزيل الشهادة هيبدأ ينزل لي الشهادة. ولو ضغطت عليها كده، طبعا دي بقى لها فترة، بقى لها سنة تقريبا، هيفتح لي الصفحة وفيها الشهادة بتاعتي زي ما احنا شايفين، شهادة في اساسيات التسويق الرقمي بعد اكمال جميع المقررات البرنامج وجهاز الاختبار بنجاح في 21/9/2022. هنا الشهادة دي ليها رقم، الرقم اللي هو ده رقم الشهادة، ده تاخده كوبي لو انت عايز تتأكد من صحة الشهادة.
طبعا في دورات كتير هتستفاد منها في الموقع ده. نيجي للموقع التالت، وانت الموقع ده لو انت عندك مشكلة، بمعنى انت مثلا بتواجه حاجة في الكمبيوتر او مش عارف تعمل حاجة في الكمبيوتر ومحتاج تسأل حد، عشان بدل ما تتصل تسأل حد، فالموقع ده يعتبر شخص قدامك، بتكتب اللي انت عايز تعمله هنا، بيظهر لك الخطوات بالكتابة وبالصورة. وليكن مثلا انا عايز اغير خلفية الشاشة عندي، فاكتب هنا المشكلة، اكتب هنا المشكلة مثلا، هنا هي انا كاتبها قبل كده، ونعمل سيرش بالشكل ده، هيبدأ يجيب لك الخطوات دي تعملها بالصورة. هنا مثلا اول حاجة، ده المشكلة اللي انا عايزها، اول حاجة هيقول لك تضغط كليك يمين زي ما احنا شايفين كده، بعد كده هيقول لك تختار الاختيار ده، وبعد كده هيقول لك اختار بكتشر، بعد كده هيقول لك تختار الصورة اللي انت عايزها، وتختار اللون، وتبدأ تختار الاشكال بتاعتك، وبعد كده هيقول لك تدوس سيف في الاخر. يبقى انت كده الخطوات موجودة عندك بالصورة زي ما احنا شايفين قدامنا. اي حاجة انت عايز تسأل عنها، او اي حاجة انت مش عارفها وعايز تتعلمها، بتكتب له هنا، هو يبدأ يعرض لك الحاجات دي بالكتابة والصورة. ده موقع تالت طبعا مفيد جدا. الموقع الرابع معانا موقع بقى جميل جدا جدا جدا، وهو ان ممكن انت تقعد تتكلم وهو يكتب الكلام اللي انت بتتكلمه ده، يعني في الصفحة البيضاء اللي قدامنا دي، اي كلام انت بتقوله بصوتك هو يبدأ يكتبه كتاب على طول. طبعا دي هتفيد ناس لو حد عايز ينقل حاجة بسرعة، او عايز يكتب حاجة بسرعة، او يترجم حاجة بصوته، وتبدأ تتكتب زي ما احنا شايفين قدامنا. تيجي هنا تختار اللغة اللي انت عايزها، انا مختار العربية مصر، وتبدأ تقول له ستارت، هيبدأ يكتب اي كلمة انت هتقولها، وبعد كده تقول له ستوب زي ما احنا شايفين، هيبدأ يكتب اي كلمة انت هتقولها. طبعا بتوضح صوتك في المايك علشان يبدأ يحدد بالظبط. موقع جميل ومفيد جدا. نروح للموقع اللي بعد كده، وهو الباحث العلمي اللي هو جوجل. جوجل طبعا في ناس تعرفه وفي ناس متعرفش ان الباحث العلمي ده تقدر تبحث عن اي كتاب او عن اي بحث انت عايزه. انت مثلا طالب او اي حاجة انت عايز تعمل بحث في اي حاجة، بتبدأ تكتب عن المادة دي في الخانة دي، بيجيب لك ابحاث. يعني مثلا انا هبحث عن الاحصاء، اهي جاتلي عن الاحصاء، تمام، هيبدأ يظهر لي زي ما احنا شايفين تاريخ الاحصاء السكاني في الدولة. لو انا ضغطت كده هيبدأ يدخلني على ملف PDF، يعني مثلا نختار. طبعا دي كلها حاجات انت تقدر تجربها وتشوف. هنا مثلا اهي كل دي حاجات تقدر تعملها. هنا مثلا انا مثلا بختار، اجي هنا مثلا HTML، هيدخلك على المواقع اللي فيها ابحاث بالشكل اللي احنا شايفينه ده زي ما احنا شايفين مقدمة، بعد كده مشكلة البحث، بعد كده اسئلة البحث زي ما احنا شايفين قدامنا. ده طبعا لو انت عايز تعمل بحث عن اي حاجة، عن اي مادة انت عايزها، يعني دي يعتبر مكتبة كبيرة جدا فيها اي كتاب او اي بحث انت عايزه. وزي ما احنا شايفين هيجيب لك بالترتيب، تقدر تاخد الحاجة اللي انت عايزها. ودي تكون المواقع اللي معانا النهاردة في الفيديو. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة، تفعل الجرس، تعمل لايك للفيديو، واشوفكوا في فيديو جديد ان شاء الله.